التصوير اللي ما بيخلص خلاص الشخصية عموما ما بتأثرش فيها خالص. والعروض اللي جات لي بعد قناة النهار ما كانتش تناسبني، يعني أنا لما جيت قدمت بريم البارودي، ما كنتش مذيعة يعني، مش مستنية الناس يعني، ولكن دايما بحس إن كل الناس بالعكس جنبي جدا جدا يعني. النجمة ريم البارودي برحب بيكي معايا النهاردة، عايزة أقولك مليون مبروك المسلسل، رجع بقوة ما شاء الله من أول حلقة وانتي ترند على السوشيال ميديا، شفتي ده ازاي؟ بسطني وأسعدني وخلى عندي باشن شغف كده أن أنا أدور على حاجة حلوة تانية بقى موجودة بإذن الله ونبسط الجمهور يعني. تامر حمزة وشه حلو عليه قوي 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 فوق ما تتخيلي يعني، من قيد عائلي ونجاح يعني، دايما النجاح مش عادي، لازم يبقى تلاقي فيه نجاح غير مسبوق، نجاح يعني كل افراد الاسره مجتمع عليه يعني، الشباب بيحب المسلسل، تلاقي الناس الكبيره بتحب المسلسل، قيد عائلي عمل كده، شخصيه مروه عملت كده، هنا كمان شخصيه ياسمين شايفه ان الستات بتحبها وان الرجاله بتحبها، فدي حاجه بسطاني جدا، والفضل بعد ربنا يرجع للاستاذ تامر طبعا يعني. قولي لي ياسمين مقصره فيك لحد دلوقتي ولا لسه؟ لا خالص، لا يعني انا بعد اليوم التصوير اللي ما بيخلص خلاص الشخصيه عموما ما بتاثرش فيا خالص. نجحتي انت ما شاء الله ناجحه في الدراما، وقدمتي برضو افلام ناجحه في التقديم بقى، انت نجحتي في كمذيعه، ليه ما قررتيش التجربه؟ تجربة مرهقة جدا، وتجربة برضو طول الوقت زي عندنا عايزة تذاكري وعايزة تعدي وعايزة تختاري أحسن حاجة وعايزة تلبسي أحسن حاجة، وعملت 18 حلقة سيزون أولاني و18 حلقة سيزون تاني، وأنا في الأول في الآخر ممثلة، والعروض اللي جات لي بعد قناة النهار ما كانتش تناسبني يعني، حسيت إن القناة حطت لي كانت حاطة لي كل حاجة يعني، العروض اللي جات بعد كده كانت أقل، وكانت حاجة هتاخد طاقتي زي ما بيقولوا على الفاضي، وأنا أحب بقدم حاجة جديدة وأقدم شكلها حاجة كويسة، ولو جاء عرض أكيد هبقى موجود، لأنه يعني أنا لما جيت قدمت بريم البارودي، ما كنتش مذيعة يعني، كنت مقدمة البرامج بطعمي أنا كممثلة يعني. ليكي أنت أصلاً كريم مشاهد الناس بتستخدمها على تيك توك ويقلدوها ويعملوها، إحنا ليه مش بنشوفك بتعملي كده؟ أنا ماليش في تيك توك والله يا إسراء خالص، ماليش في يعني، بشوفه بيقولوا لي أنت ترند تيك توك أوكي يعني، ومش مشاهد بس أنا بتاعتي اللي بيقلدوها، بيبقى في مشاهد كتير جدا ومن أكبر الأعمال يعني، بس أنا يعني مش معقول أكون عاملة مشهد أخش أعمله تاني يعني، مش معقول. أنت ما تحبيش أصلا فكرة أنت تعملي لايفات مثلا على تيك توك؟ أنا ما بعملش لايفات في العادي يعني، في كل ده ما عملتش لايف في الفيسبوك أو في الإنستجرام يعني، تلاقيني قليلة قوي، فيعني I'm not a user تيك توك أصلا يعني. عديتي بأزمات كتير الفترة اللي فاتت، وأخيرا يعني كانت الأزمة الصحية، طبعا ألف سلام عليك ودايما يا رب تكوني بخير. الأزمات دي هي اللي قدرت تبين لك الناس حواليك حقيقة الناس حواليك يعني، هو في المرض يعني، انا كنت مريضة اذن وسط، عندي ضربات قلب سريعه، لان انا دايما متعوده من اي سفر برجع بيبقى عندي ده يعني، الحمد لله بصحه وصحه كويسه جدا، مش مستنيه الناس يعني، ولكن دايما بحس ان كل الناس بالعكس جنبي جدا جدا يعني. اقرب حد ليك في الوسط الفني كصديق؟ كل اللي اشتغلت معاهم حبايبي، وكل انا متربيه في الوسط الفني، ما اقدرش اختار حد واظلم حد، ما اقدرش. نورتيني يا ريم، ميرسي لي. شكرا، ميرسي جدا، شكرا.